عن الله تبارك وتعالى. ومتى ما اعتقد العبد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق وهو المصدوق أنتج ذلك تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام في أي خبر أخبر به ولو استنكرته العقول، لأن الرسل يخبرون بأشياء تحصل يوم القيامة ويخبرون كذلك بأشياء تحصل في الدنيا من أمور الغيب، يخبر بها الرسول تصديقا من الله تبارك وتعالى لما جاءته من الشريعة. عشان كده من ظن أن أخبار الرسل كلها توزن بالعقول فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مما أخبرنا أنه يصف لنا الجنة والنار، يعني ليه لو جزء قال أي كلام يقول الرسول أنا بوزنه بعقلي، لو جاء خلاص ما جاء معنا هذا ما قاله الرسول. زي ما هي القاعدة عن أتباع الترابي وغيرهم من البسم نفسهم عقلانيين، وذل ما عندهم علاقة مع العقل أبدا، لأن ترابي مهما بلغ من العقل، عقل السافل هذا مهما بلغ من العقل لن يزن شيئا أمام العقل الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وما ممكن يقاس عقل الترابي بعقل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من المقارنة الفاسدة. كما قال الشاعر إذا ما قلت مولاي خير منهم أكن للذي فضلته متنقصا، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأفقه وأتقى وأعقل من الترابي تكون ذاته مقارنة خطأ ذاته، لأن الترابي ذو الفاشل سايد والسفيه. على أي حال، ما كل خبر أنت بتقدر توزنه بعقلك. مثلا جاء في البخاري، والبخاري ده البياز الشعبيين والمرضانين كلهم مما تقول البخاري صر لك وشه عامل فيها ما بيقتنع بالبخاري. طيب نقتنع بالترابي؟ يعني نخلي البخاري نقتنع بالترابي؟ الترابي ده نافع في شنو؟ طيب كده خلينا. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما في صحيح البخاري قبض بيده في الصلاة، قبض بيده كده، فالصحابة قبضوا بأيديهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان جاءني بشعلة من نار آنفة أراد أن يفسد علي صلاتي. جاء ماشي بنار للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مسكه كده قال فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، خانقه لحد ما لسانه اندلع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، خانقه تمام. قال ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان. سليمان قال شنو؟ قال رب اغفر لي وهب لي شنو؟ ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية المسجد، كان قال بربطه في عمود من أعمدة المسجد يتلاعب به الصبيان المدينة. يعني أصل الخبر ده لو جبته لواحد من ناس التراب ديل من الشفع والعواليق ديل قلت له رأيك شنو في الكلام ده بعقلك كده بيجي كده يفكر لي فيها دي، بتجي ولا ما بتجي؟ يا أخواننا ما كل شيء بيجي بالعقل، ما كل شيء، إنما الدين مبني على الإيمان. عشان كده ربنا قال في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمنو للمتقين دلياتهم الذين يؤمنون بشنو بالغيب.
الغيب ده انت حاجة تؤمن بها وما شفتها بعينك. يؤمنون بالغيب. ومن اول القرآن طلع الترابي والجماعة بتاعنه برا يؤمنون بالغيب. ده الغيب ما عندهم. السلام تعال لاقي لك واحد منهم قول له النبي قال في عذاب في القبر جوا، لما يدخلوك جوا في القبر كان بقيت مجرم في عذاب جوا، يقول لك لا 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 بس لو فتحنا قبر ما بنلقى بعذبوا فيه. انت دار تشوفه يعني ولا شنو يعني؟ وروك له ده ما برزخ، دي ما ده من عذاب الاخره. ما ممكن الاخره تكون مشاهده للناس. يعني تفتح قبر تلقى واحد بعذبوا فيه، تفتح جنبه تلقى بياكل في جوافه في الجنه مرتاح. يبقى ما في امتحان صح؟ اذا كان بحسبه كده اي افتح قبر بطرس، فتحت بطرس تلقى الشغالين فيه ودق بالشاكوش، قفلته فتحت واحد تاني مؤمن لقيت ينعم. اذا كده ما في امتحان، لكن الامتحان ان تؤمن بالغيب من امور الغيب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اخبر باشياء كثيرة جدا، ولو استوحشت عقولنا، نحن بنتهم عقولنا ما بنتهم الشريعة. لكن الجماعة واحد تعرف او علمهم كده، واحد يشيل لك الحديث يقول لك يا اخي حديث ده ما بيجي يا اخي، وشنو ما بيجي؟ هو بمزاجك؟ ما بيجي كيف يعني؟ الترابي جاب الحديث من بدل دينه فاقتلوه، قال حديث صغير ده نقتل بزول صغير كده، من بدل دينه فاقتلوه ده صغير، قال نقتل بزول نقتله اي ليه ما نقتل بس صغير ده نقتله؟ وانت ذاتك مفترض تتكتل بس صغير ده ذاته تتكتل به. فعلى اي حال النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الايمان شهادة ان محمد رسول الله، تصديقه فيما اخبر. يعني انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، زي ما قال ابو بكر الصديق جو كفار قريش قول له ان صاحبك زعم، ده ما كلامهم، زعم انه اسري به من مكة الى بيت المقدس. قول له معقول يا اخ معقول؟ وطبعا الكلام ده بتستوحش العقول ما زي هسه. يعني هسه لو قول لك زول مشى السعودية وجا راجع، ما عادي طيارة مشى وجا. لكن خد بالك معي زمان عربية ما في، خلي طيارة عربية دي ما في. اسري بيو من مكة لبيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قاموا قالوا له زولك ده بقول كده، دارين انه طبعا يقعد ينظر لهم. ومعقول يا اخي؟ لا دي بالغ فيها. لا لا قال لهم ان قال فقد صدق، اصل الشرع كده قال. انتم متاكدين قال كده؟ قول لهم متاكدين قال، بس خلاص ان قالها فقد صدق. انت لو ما عندك تسليم زي ده لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف ما حققت شهادة أن محمد رسول الله تحقيقا صحيحا، لسه انت عندك مشكلة. بدل دار تشغل الموضوع ده بمزاجك انت، فهمت؟ وبنظرياتك، وده بيجي وده ما بيجي، وحقيقة لقاني يقول لك حديث ما عجبني. وشنو ما عجبك؟ يعني في ناس عندهم زي ده، أكلمك يقول لك والله في حديث كده أصله ما عجبني. يا أخي طيب ما خلاص الدين ده ينزل بمزاجك، نجيب لك منيو بتاع الدين، ده داير وده ما دايره، ده بينفع وده ما بينفع. لا تصدق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا طاعته فيما أمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما في خيار، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بشيء خلاص، نهانا عن شيء خلاص. يعني أنت قد تكون أحيانا فيك ضعف في إيمانك، ضعف في نفسك، سوى لك الشيطان غير من الأمور، تعصي النبي صلى الله عليه وسلم، تعصي ربنا تبارك وتعالى. لكن خد في بالك أنت تكون على إيمان راسخ بانه ده حلال وده حرام. اضرب لك مثال بسيط. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الخلوه بالنساء. هسه في الجامعه دي النسوان راقدات،
البنادين. انت تكون على يقين راسخ انه ده حرام، ما تبقى انت دار تشكك في الدين، لا لا ما حرام وما في حاجه وعادي يا مولانا، ما عادي. انت اول شيء اعترف بالشرع ده حرام، انا عارفه حرام، بعد ذاك تستعين بالله انك تخلي الحرام، لو ما خليته ما تلم جريمتين اثنين، انه انت غلطت وعملت الحرام وكمان تزيد عليها تحرف الشريعة وتقول ما حرام وما في حاجة ودي ما عادي. زي اختي، زي اختك شنو؟ انت اختك قاعد تتونس معاه، بس قاعد تتونس مع اخته منه، والله 6 دقائق ما تتونس معاه، وساي كان يقول لك سوق البيت دي امشي طلع لها جواز ولا طلع لها رقم وطني، تلقاك زهجان وصار قدومك وماشي قدام هناك، ما تمشي انت مكسرة، امشي زي الناس دي، زي القاعدة معاه بجاي هنا دي، زي النظام ده تمشي قدام وتكورك فيها، تكورك وين دي الخطوه بالخطوه، تكون ماشيين كده واحده واحده، وسكرين بيجاي ودار دمه بهيني وما تعرف شنو، وتشرب حبه وتديها. اسي اختك حصل شربتها وديتها، وامك كان شربتها وديتها ما كويس، خلي اختك. لكن الواحد بتفلسف لك دار يطلع ده حلال، يا اخي ما تطلعه حلال. اسو انت الخطوه الاولى في الشرع اعترف بانه ده حرام، والحلال حلال ده مرتك بعدين، مش الونس الكايس لا دي والله تفتروا منها، بس مرتك بعدين، ده الحلال وده حرام. هكذا انت اول شيء انضبط بالشرع، بعد ذاك تطبيق ما امر به والنبي عليه الصلاه والسلام والانتهاء عما نهى عنه، فدي من مقتضيات شهاده ان محمد رسول الله، تصديقه فيما اخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعته فيما أمر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودي آخر قاعدة أنا بقيف عندها لأنه ما أدري أطول الليلة في الدرس، وهي إنه ما يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا عندنا قاعدة مهمة في الشريعة، وهي أن الأصل في العبادات، أي عبادة تعملها الأصل فيها أن تكون من كلام الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني ما في عبادة بيجيب زول، يجي زول يقول لك أتخيل ظهر لنا ذكر جديد، ظهر من وين؟ ما في ذكر بيظهر، عبادة ثاني ما تظهر جديدة، صلاة صيام ذكر، فهمتني؟ دين جديد ما في ثاني. ليه؟ لأنه الأصل في الدين يكون من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية دي نزلت يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام تلا على الصحابة كويس، الدين اكتمل. الإمام مالك قال فما لم يكن يومئذ دبتين زمان، يعني زمان الرسول، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني ما في دين بيظهر جديد. أسا في البلد دي احنا بس اسكت ساي، ولا ما تسكتوا، اسكت ساي دي بقولها جماعة حاجة يقول لك اسكت ساي، يعني اتعجب منها. في البلد دي كل أيام بتظهر طريقة جديدة، والطريقة دي بتحمل دين جديد، دين يعني زول لما نيجي يقول لك أذكر الله 6320 مرة تقول يا دايم، ده شنو؟ ده مش دين؟ مش أنت داير منه أجر؟ أي دين أنت وعبادة داير منها أجر أنت ما بتلقى منها أجر إلا إذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بتلقى فيها ذنب ووزر. عشان كده ما يعبد الله إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هسه بعد فترة شهر ربيع قرب، بعد فترة حتبدأ احتفالات المولد، ميدان الخليفة بيجاي عقرب بحري،
وميدان المولد في بحري وبيجاري ميدان المولد بتاع السجانة، تلقى الساحات مليانة نوبة شغالة، حلاوة بيعوا فيها نسوان ورجال ملمومين، رايات معلقة بتاع الطرق أي طريقة، معلقة صورة الشيخ فوق بتاعه وجوه شغالة، مدايح نوبات كشاكيش، ده كله أسألهم قول لهم الشي ده دين دايرين منه أجر ولا ده عبارة عن أكل وشراب ورجيس صاي؟ بس أنا ده أعرف أول سؤال أوجهه لهم، ده دين ولا دي ساي كده بس ترفيه فسحة أكل دار الناس تشبع رجيس صاي حفلة؟ لا لا لا، لو قلت لهم ده رجيس وحفلة يقول لك هو يا زول عمل حسابك، ده نحن بنتقرب بيه لله. طيب بتتقرب بيه لله دليله وينه يا اخواننا؟ ما في عبادة الإنسان بيتقرب بيها لله إلا عندها دليل. الليلة لو أنت جيت سألت الناس أنتوا بتصلوا صلاة الجماعة في المسجد ليه؟ ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، شنو؟ مع الراكعين بيصلوا صلاة الجماعة، الله أمر بها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، خلاص ده كده عبادة عندها دليل. لقي زول بيذكر في الله بيقول شنو؟ بيقول سبحان الله وبحمده. الذكر ده قلت له عندك دليل عليه؟ وقال لك اي دليلك شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ما في مشكلة كده تمام. زول بيقول لا اله الا الله بيذكر الله، لا اله الا الله تمام ما في مشكلة، دليل عليه موجود في سنن الترمذي وجاب النووي في الاذكار وفي رياض الصالحين حديث صحيحة. اها بيقول زول بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده ذكر. نبي صلى الله عليه وسلم لقى صحابي جالس بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نبي صلى الله عليه وسلم قال كنز من كنوز الجنة. كده ما في مشكلة. أها لقيت زول داق جنوبته هناك في ميدان الخليفة، دليلك وين؟ قال لك دليلي؟ تلقى بيتلفت أبونا الشيخ، قال أبوك الشيخ؟ الله رسل لنا أبوك الشيخ؟ يا مستهبل، احنا رسولنا اسمه شيخ من الشيوخ ديل؟ رسولنا البرعي ولا الصايم ديما ديل فيه النبي؟ ما في بشر عنده الحق يشرع دين جديد ابدا. بل ابن عباس رضي الله عنه لما يوم من الايام بعض الصحابة افتوا بفتوى، والفتوى دي اخذوا فيها باجتهاد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسألة التمتع بالحج للعمرة، فابن عباس قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا ان الانسان يتمتع بالحج للعمرة وهذا افضل. قالوا ابو بكر وعمر قالا كذا وكذا. ابن عباس قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله، تقولون قال ابو بكر وعمر؟ أنا بقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي قال أبو بكر وعمر؟ مع أن أبو بكر وعمر هما أفضل الناس بعد الأنبياء، لكن مع ده ما ممكن أخذتهم مخالفين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد أفتيا بهذه الفتوى باجتهادهما. كويس؟ عشان كده ما ممكن الليلة دي تقول لي أنا عندي دين بدعبد بيه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ عشان كده دي من أهم القواعد في شهادة أن محمد رسول الله، ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لو في أسئلة سؤالين ثلاثة نجاوبين بإذن الله تعالى إذا علمنا. نعم. رسائل النور. طيب رسائل النور اللي بوزعوها دي في مجموعة هنا في كلية الآداب في الجامعة، وفي شباب بسيطين هم ذاتهم بيوزعوا لي الاسم النورسي ده بتاع رسائل النور النورسي.
وهذا الرجل شبيه بالترابي، وأبلغ وصف يوصف به إنه زول فكره ده قريب من فكرة الترابي، وهو فكر نابع من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وهذه أسوأ جماعة على الإسلام وعلى المسلمين في الأرض قاطبة، أسوأ جماعة أفسدت في الدين وشوهت صورة الإسلام هي جماعة الإخوان المسلمين. الفساد الآن داير في العالم الإسلامي من القتل ومن التشريد ومن الثورات والفوضى كلها من قيادة جماعة الإخوان المسلمين. فهذا الرجل يتبع عليك ويتبع لأفكار هذه الجماعة، عشان كده ما تمشي تقرأ رسائل نور ولا رسائل غيره، كلها رسائل باطلة. داير تقرأ الكتب اللي فيها علم طيب، كتاب والسنة، لكن كتب بتاع التنظير كده مش أقرأ لك 20 صفحة، لا يا حديث تنظير، بس تنظير نظر لك، وإنه وينبغي، وفي هذه الفجوة العميقة، وين الفجوة؟ كلام ساي نظريات بس، لكن كلام محقق بأدلة، يعني زي كتب العلماء، كتب الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة وغيره من علماء السنة، كتب زي دي ما عندهم. فما تمش تقرأ لا رسائل النور لا نورسي لا غيره. نعم. طيب السائل بزعل من تفسير إذا جاء نصر الله والفتح. هذه الآية جاء في صحيح البخاري انه ابن عباس رضي الله عنه كان صغير الوقت ذاك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقعدوا في مجلس الشيخ بدر، يعني كبار الصحابة بيقعدوا في المجلس معه. ويوم من الأيام وجد بعض الصحابة الكبار في أنفسهم شيئا، قال له يا عمر انت كيف تدخل معنا الغلام ده ولنا مثله، عندنا أولاد قدره فممكن تدخله معنا. قال ابن عباس قال فدعاني عمر رضي الله عنه يوما وما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم، داري وريهم ليه ابن عباس أنا بدخل هنا. قال فقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال أشياخ بدر قالوا أمر الله تعالى نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، ولده معنى الآية. عمر الخطاب قال وما أعلم منها إلا هذا. قال ماذا تعلم منها يا ابن عباس؟ قال غير هذا، أنا بعرف غير ده. طيب قال ما هو؟ قال هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إخبار بوفاته، يعني إذا جاء نصر الله والفتح، فتح على المسلمين، قيل الفتح صلح الحديبية وقيل فتح مكة، يعني إذا فتح ودخل الناس في دين الله أفواجا استغفر يا محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر لذنبك لأنه أجلك قرب. هذا معنى الصورة، ولعل ذا الأرجح ولا صح، والله أعلم. السائل بيقول سمع خطيب بتاع جمعة بيتكلم عن قضية المأتم وهو صنيعة الطعام بعد الدفن، وقال ما فيه حاجة، استدل بحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما. أول حاجة الخطيب ده استدلاله ده بدل على جهله، دي نمرة واحد، لأنه
الحديث بيقول اصنعوا لآل جعفر، جعفر رضي الله عنه استشهد في مؤتة، وأهل من وراءه النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم. طيب الطعام بيصنعوا لمنو؟ لآل جعفر. آل جعفر دينهم يعني موقعهم الآن شنو؟ أهل الميت صح؟ يعني الطعام بتصنع لمنو؟ أنا جارم البصنع الطعام ليه؟ أهل الميت. دل في الشريعة كده، ودي اللي سمتها السيدة عائشة التلبينة، دي زي حاجة كده زي بلغتنا نحن نشاء، حاجة زي دي بيعملوها لأهل الميت شان يشربوا، لأنه زي ما يقدر يأكل، لأنه مات لي أبوه ماتت لي أمه في وقت مصيبة ما بيقدر يأكل، يقعد له في صينية وجيب السلطة وجيب البتاع ما بيقدر يأكل، لكن ممكن تدي حاجة يتقوى بيها زي النشاء، حاجة زي دي الشربة دي كان صناعة السيدة عائشة رضي الله عنها. فأنت جار الميت بتصنع لأهل الميت الطعام، لأنه جاهم ما يشغلهم ما يقدروا يطبخوا طعام لنفسهم براهم، ودي السنة كده. شوف الدين ذاته مساير للفطرة ومساير للعقل كويس، انت بتصنع لهم طعام. أصل قاعد يحصل شنو؟ آل جعفر هم اللي بيسووا الطعام صح؟ أكلوا البلد كلها، وأول ما مات لهم زول طوال يجروا بتاع الخدار، بوكسي بتاع خدار وشوالات السكر وما تعرف الضبيحة. طيب إذن الحديث ده عنده علاقة بيحصل؟ ما عنده علاقة، ما عنده علاقة أبدا كويس. وهو الطعام اللي بيصنع ما بيصنع للزائر الجاي، لأنه الزائر الجاي جاي يعزي، أنت عزيته ومشيت ما في حاجة تانية كويس، عزيته ومضيت ما في شيء. إنما الطعام بيصنع لأهل الميت ويصنع لهم جارهم حاجة قدر الحاجة وخلاص انتهى الموضوع. أول ما خلاص وقفوا على حيلهم وقدروا يسووا طعامهم براهم خلاص انتهى الغرض، تاني بعد ما في طعام. أما صنيعة الطعام والجلوس والتسكع اللي بيسووه السودانيين ده من النياحة لما جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه الأثر، قال كنا يعني الصحابة كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة، والنياحة من الكبائر. عشان كده أي قعاد سواء دقوا وجماعة جابوا لك اللي قعدوا ونسى ولا عنده علاقة بالميت ذاته، وهذا يقول لك يا أخي والله ده ميت وإحنا جاينا ندعو له، قاعد يدعو عسى الجماعة دل يا زول دل بيسفوا في التنباك وشالين جرايد ويكذبوا وململمين في الصيوان، وخلاصته تبقى خسارة على أهل الميت، خسروا أبوهم وتلقى مديونين 13 مليون في الدكان وهناك في حل الخدار وين، وكل ما من السنة. انت تطبق السنة في نفسك وفي أهلك، والإنسان يعذب بيده في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بما نيح عليه، عشان كده انت من السيدي تنكر على أهلك، لو ما أنكرت عليهم وانت راضي بها وبشاركهم فيها تعذب بما نيح عليك. العلماء قالوا لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى صح؟ يعني سواهن أنا مالي؟ لا، انت لو زمان قاعد تغرها وعجبك وبتمشي تدفع في الكشف بتاع الفيكا وبتقعد فيه انت مغر لداء دنيا، انت مغر لها، أول ما تموت تعذب بما نيح عليك. عشان كده الإنسان يعمل حسابه يا أخواننا، دي كلها ما تساير المجتمع. يا أخي أنا بعرف ناس والله ما شاء الله لما قربوا من الوفاة، عندنا امرأة من أهلنا لما قربت من الوفاة وصت أولادها قالت أنا إذا مت ما تعملوا لي أي عزل بيعملوا الجماعة دل أو الفراش، وإن كان العزاء ما في ما يمنع، يعني زول جعزة ومشى ما في ما يمنع كويس، لكن فراش وصوانات وأكل وجماعة ململمين قالت ما تعملوا. من المغابر أولاد أكلموا الناس في المغابر هناك قولهم يا أخوان إحنا فراش في بيتنا ما عندنا، الزول العزان الحمد لله الماء عزانا يقابلنا في أي حتة يعزينا ما في مشكلة، أجا في البيت يعزينا ويمشي طوالي، جو راجعين بيته معادي ما في أي شيء، وصارت سنة كثير من الناس بيقوا بيعملوها من وراء. فإنت تتحرى السنة تطبقها، ما تخلي أهلك يمشوا على الخطأ.
وعلى الغلط. الآن في ناس بيقولوا يخلوها مش عشان هي غلط، عشان تكاليفها. الشغلة دي بقت حارة يا أخي. زمان البلد دي مكان خيرة كتير يا زول، بيشيل عدود من بهينة من زريبة بتاع جيرانكم، وتجيب الدقيق من بيجاي، والناس كلها بتجيب. والله كنا الزمان ده بقى الشغلة صعبة والله. تخش لك في ورطة زي دي تقول اشتغل بك ما في، والله تدفع كلها براك. عشان كده يا اخواننا السنة يا اخي فيها راحة يا اخي، السنة فيها راحة للبشر، ما في تعب زي ده وشد الرحالة يا اخي. انت الناس لو بتتفهم اشياء زي دي، قدرت زول مشيت لك خلاص، ما قدرت دقت له تلفون عزيت وخلاص الامر انتهى. لكن الناس بتمسكوا فيها تمسك كثير. نعم، قروش الكشف دي ما بتجوز اذا كان في بيكا ولا في غيره. حتى في الزواج، الزواج تكون مساهمة، كشوفات بتاع الزواج ذاتها انت ساهم بس، من غير كشف يسدد، كانك انت بتسدد في الكشف ده. انت دول جابوه كده وتكتب اسمك، فلان الفلاني دفع 50 جنيه، فلان الفلاني دفع كده. اول ما يجي يوم عرسك بيقوم بيمرق الورقه بتاعته زمان دي، مرق بعين، فلان دفع لي هاي بمشي بدفع له، ما دفع لي ما بدفع له. لا ده كده ده ما صح، ما صح. انما صحيح ساهم معاه يا سان، عنده مناسبه ساهم بس اديه الحاجه السهل الدالة في جيبه وامشي على كده. انت ساعدته وساعدك ما في اشكال، لكن كونها تكون كشف وزول دفع لي 50 انا بدفع لي 60، كانها تدخل في تدخل في باب من ابواب الربا، فده كده ما بجوز. طيب بالنسبه لل الفاتحة، الناس بيرفعوا يدينه في التعزية، هي التعزية برا والفاتحة برا. التعزية التصبير، تصبر الزول في المصيبة بتاعته. يعني جيت لزول عنده مصيبة تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما حافظة دي، ما حافظة، قول أي عبارة غيرها. بركة فيكم، أحسن الله عزاكم، ربنا يقويكم يصبركم، الى اخره من العبارات الطيبه اللي بتصبر بها صاحب المصيبه، هي التعزيه. والتعزيه تصبير للحي، وفيها جانب ثاني اللي هو دعاء للميت، تمام. اما الفاتحه اللي بيقروها ما عندها علاقه. يعني الان جيت قريت سوره الفاتحه، اها يعني شنو قدمت للميت؟ شنو هل انا وهبت ثواب هذه القراءه للميت؟ لا. ولو وهبت، العلماء قالوا قراءة القرآن هبة للميت ما بتصل، يصل الدعاء، تدعو يصل الدعاء. أما جيت قريت الفاتحة، واحدة مرة من أهلنا جات واقفة كده مسافة، ديلك لما شدت لهم يدينه ذاته، وديلك رافعين يدينه طبعا ما يقدر ينزلوا، هي لسه ما نزلت وشغالة، بتقول في شنو ما عارفهم، والناس ما عارف إنها بتقول في شنو. أول ما انتهت واحدة قدامهم تكون قرأت ياسين كلها دي، واقفة بهم كده مسافة. يا اخواننا ما من الشرع تجي ترفع يديك تقرا قران، ده ما في بالشريعه. انت جيت تقابل الزول بالمقابله الاصل انت قاعد تقابله بها، يعني اذا لما بتقابلوا بتتصافحوا تسلموا على بعض، المقابله اللي هي الطف للنفس والين للقلب واذهب لالم المصيبه، تقابلوا بها تبرد عليه المصيبه، تقول له كلمات طيبه تصبر، هذا هو المطلوب شرعا. اما رفع اليدين بتاع السودانيين ده ما في الشرع، ما في ده من البدع، ما في الشريعه. وارفع واحد قال له بيعدوا لحد 7، 1 2 3 7 طوال بيمشي عليهم، ما عنده في الشرع، ما عنده اصلا في الشرع. نعم. ثاني سؤال اخونا ما اكتمل، الكرامات اللي بيعملوها في 7 و41 وكده، دي كلها ما عندها اصل في الشرع، ما في اي كرامه ولا في كده، ما في حاجة زي دي. طيب ده سؤال مهم، إذا كان يا أخواننا إنسان جاني من بعيد للعزاء، من أهلية، من كسلة، من أم روابة، من وين جاي للعزاء، العلماء قالوا هذا يكرم إكرام الضيف العادي. يعني ما إحنا ما هنا ما صنعنا طعام للوفاء ولا لمناسبة هذا العزاء، إنما أنا
صنعت طعام العادي لضيف جاني من بعيد، لأنه ما ممكن زول جاينا من كسلة يرجع طوالي بيدربه. لا، العلماء قالوا هذا يكرم إكرام الضيف العادي، إكرام الضيف العادي من غير صيانات، من غير مناسبة، من غير كذا، كأنه زول زارك زي أي زائر بيزورك في بيتك، يكرم إكرام الضيف العادي. وده أمره بيختلف من العزاء طبعا. نعم، يسوي شنو؟ طيب الدفن في مغابر فيها قباب وفيها كده. عموما اول حاجة اخواننا، البناء على القبور ما بجوز ايا كان البناء، قبة ولا غيره. يعني حتى لو قدرت ابني لك حاجة بسيطة كده تعرف فيها قبر ابوك ولا امك، ما بجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح مسلم قال نهى ان يبنى على القبر، ما يبنى عليه، ولا ان يجصص، ولا ان يقعد عليه. قبور الصحابه هذيك ديل افضل من اي زول هنا. صحابه ديل مدفونين ساي في الواطه، بس اصل لو مشيت لو قولك وريني قبر حمزه وينه، ما بتعرف، ولا قبر مصعب بن عمير، ما بتعرف وينه. امس شاهدين مدفونين الصحابه قبور عاديه، ده الشرع كده، كونوا مدفونين في قبور عاديه ما يكون في اي بناء. اما لو كانت المقبره فيها ابنيه زي دي موجودة، هو ما يحرم الدفن فيها، ما يحرم الدفن فيها، لكن يحرم البناء على القبور أو تجصيصها، تعمل لها بياض وكده، أو تعمل فيها درابزين وكده، لأنه دي أخواننا ذريعة للشرك. يعني ليه لما نجاني عين في المغابر الناس مدفونة ساي كلها، كلهم بس غبور مسنم كده، غبور كلها، أجي أشوف هناك في واحد عنده قبة ولا نوار فوق بتكنتك كده، شفته؟ وتفتح القبة جوا تلقى ما تعرف يفط هنا كده خضراء ودلقان وبرنامج، انت ما بتتخيل انه ده زي ديلك. بتقول يا زول ده ما زي يوم، معقول يا كن ده زي ديلك يا اخي؟ ده الغوب ايش سايل يا اخي؟ وده علم غيم كيف؟ وقد يكون ديلك افضل من ده، ولو ديلك ولا ده كلهم ما عندهم اي نفع لزول الحي اللافي فوق ده، ما عندهم له اي حاجه، لا عنده قبه ولا ما عنده، كلهم ما عندهم حاجه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع شنو عمله. شيخك ده ابن ادم ولا ابن حاجه ثانيه؟ بني منو؟ مش بني ادم ولا بني كربو؟ بني ادم خلاص انقطع عمله، ثاني ما عنده حاجه. يعني ما كنت اقول لي ينفعني لا 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 لا، قال لك عمله انقطع ولا بينفع رقبته، انتهى عمله ده، تاني يوم القيامة يحاسب بس. فعشان كده لو انسان مدفون في قبة ما مدفون في قبة في غيره لا ينفع ولا يضر، انما الحي هو ممكن يقدم منفعة للميت. كيف؟ يدعو له، الحي يدعو للميت. لكن هسا ناس نادين نمشي مقابر حمد النيل ما بيدعو للميت، بيدعو الميت، بيدعو الميت ده تدينا وتلحقنا وتنفعنا وتسولينا. وانا سوي هو كان عنده ده كله، ما كان مرق، كان مرق من المحل ده، كان قادر على تنفعك وكده. وجع الظهر، وجع ظهر، وهو ده ظهر وينه هسه؟ هو ظهر ذاته ما عنده. فممكن تيجي تشكي ليه وانت ناس تلقاهم بيشكوا شكيه غريبه جدا وما يشكو لربنا سبحانه وتعالى. طيب اها، عنده شنو؟ بيقول انه في مقولة انه عمر الخطاب عنده ابن زنا واقام عليه الحد وتوفي في الحد. ما اعلم مقولة زي دي، ما اعلم، لا صح ابدا. اها، بيقول شنو يعني مفهوم شنو منا؟ ها
ايوه طلعها كانه رؤوس الشياطين. هم بيقولوا انا شفت الشيطان ولا شفت شجرة الزقوم. طيب يعني بيستفيد شنو يعني فهمون ولا شنو؟ هذا من التشبيه. ومعلوم ان الشيطان قبيح وهذا يدل على قبحها فقط. شيطان يعني شيطان وجيه. الشيطان قبيح وطلعها كانه رؤوس الشياطين اي طلعها قبيح في منظره وسيء في طعمه. يعني الزقوم من العذاب بتاعه انها قبيحه في شكلها وطعامها مر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزلت قطره من الزقوم على الارض لافسدت على الناس حياتهم. نقطه بس نزلت في الواطه ما تقدر تاكل ولا تشرب ثاني. فدي من صنوف العذاب يعني عذاب مرئي وعذاب تشمه وتسمعه وضلال كله يعني بيجتمع لهم انواع العذاب كلها والعياذ بالله. اخر سؤال يا اخوان. شنو شنو شنو؟ القبة اللي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للسؤال الأول قراءة القرآن تصل للميت أو لا تصل؟ ما أفتى به علماء الحنفية واختاروا شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت. هذا الراجح. وإن كان شيخ الألباني يقول تصل من ابنه يعني ابن الميت لو قرأ القرآن ووهبه إلى أبيه قال يصل لأنه اعتبر عمل الولد من عمل أبيه. ولكن الراجح أن الذي يصل الدعاء وتصل الصدقة عن الميت ويصل الحج عنه والعمرة هذه من العبادات التي تصل إلى الميت يعني يصل إليه الأجر. تمام. الصوم عنه في مذهب الإمام أحمد على الراجح إذا كان صوم نذر يصل. طيب أما بالنسبة للقباب كونها تزال واجب أنه تزال القباب ليه ما تزال قبة القبة اللي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب العلماء قالوا كالآتي. أولا وجوب إزالة القباب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهياج الأسدي علي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسه. إذن اللي أمر بإزالة القباب منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أمر بإزالة أي بناء على القبور. طيب لماذا لم تزال أو تزل القبة أو البناء اللي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية دفن في بيت عائشة ودفن في موضع وفاته. وأي نبي من الأنبياء يدفن في محل توفي يعني النبي لو توفي في المكان ده هنا يدفن هنا. نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. مات في حجرة عائشة دفن فيها. حجرة عائشة ما كانت جزء من المسجد لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا إلا بعد 100 عام في عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد من جهة الحجر فأدخل حجرة عائشة في المسجد. طيب بعد البناء اللي على قبة أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا لو أزيل لصارت مفسدة كبيرة فقدروا المفسدة التي تنشأ لأنه كثير من الناس قد يعتبر أن هذا إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولحرمته صلى الله عليه وسلم ولمكانته في قلوب الناس وقلوب الأمة ما أزيلت اعتبارا لهذه المفسدة فقط وتقديرا لهذه المفسدة. أما البناء على القباب حتى توسعة المسجد وأدخلت الحجر داخل المسجد دي رفض كبار التابعين اللي كانوا حاضرين منهم عمر بن عبد العزيز ومنهم جمع من
العلماء اللي كانوا حاضرين رفضوه، لكن أصر في النهاية السلطان له قوله له كلامه يعني، فأصر السلطان الوقت ذاك وعمله. عموما هي ما حجة ليصوف إنه يجيبني ثاني، لأنه لو قلنا ببساطة ببساطة كده قلنا ده الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، ده خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني حمزة وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وأبو هريرة ومعاذ بن جبل والصحابة ديل ما عليهم أي بنيان، معقول أنت صوفي أفضل من ديل كلهم؟ أنت أخير منهم يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ده أمر خاص به، ما ممكن أنت تجي تقيس نفسك على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ممكن تقيس عليه يعني، أنت نبي يعني؟ أنت ما نبي. ففي النهاية ده الناس بدجلوا ودارين لخبطوا الشريعة، بس دارين لخبطوا الشريعة ما أكثر من كده. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ده الدليل جابوا الشعراوي المصري ده، اوعى تسمع له تلقى بيتطوطح كده في الكرسي، شفت ده يتطوطح ولا يقعد ما تسمع له، لانه زول حاجه عقيدته صوفيه خربانه وعقيدته معتزليه، زول منحرف ما تشوف تطيح وده ساي. فالشعراوي استدل بالآية دي، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا ده دليل على إنه تبني مسجد فوق لشنو؟ فوق للصالحين، ده ما دليل. ليه؟ لأنه أول حاجة ده ما شرعنا نحن، هل ده شرعنا؟ أهل الكهف ديل من شرع في أمتنا نحن؟ ما في أمتنا. والشرائع اللي قبلنا ما بتعتبر من شرعنا إلا إذا أقرها شرعنا، وده منهي عنه في شرعنا ولا ما منهي؟ منهي عنه في شريعتنا، ده الجواب الأول. الجواب الثاني، قال الذين غلبوا على أمرهم، صياغ الآية ما صياغ مدح للكلام ده، ولا ربنا حكى عن المؤمنين، إنما قال الذين غلبوا. ابن حجر قال وهؤلاء أهل الغلبة، وأهل الغلبة دائما ما على خير، دل ما أهل الغلبة والسلطان عتاولة ساي كده يعني، الغلبة نبني مسجد قالوا بس كده. فأهل الغلبة ما معناها كلامنا العمله ده حق، حتى في شريعتهم هم ده شغل بتاع غلبة، شغل بتاع سيطرة ما أكتر من كده. بعدين ربنا ما مدح الفعل ده في القرآن، يعني ما قال المؤمنون أو أثنى عليهم في نهاية الآية أبدا، إنما حكى عن أهل الغلبة إنهم فعلوا كده، فده ما فيه دليل إطلاقا. نكتفي يا أخواننا، والباقي الأسئلة نخليها المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.